طيب، على نفس الدرجة حالة اللخبطة، انتوا شفتوا تمثال اسمه تمثال الفلاحة المصري. تمثال الفلاحة المصرية ده عمله فنان مصري نحات عظيم اسمه فتحي محمود الله يرحمه. اهو ده كان موجود فين؟ كان موجود في مدخل، في المدخل بتاع صوت والضوء في الهرم، يعني امام قاعة صوت والضوء في الهرم، حاجة لطيفة كده. فالحقيقة يبدو انه رئيس حي العمرانية اللي هو الدكتور خالد عصر مر على التمثال فلقاه يعني وضعه مش مظبوط، يعني برضو ايه، فقرر انه يطوره. فلما طوره ايه اللي حصل؟ بان اهو التطوير اهو، يعني خلوا ادونا الفلاحة المصرية لوحدها يا شباب لو سمحتوا، الفلاحة المصرية لوحدها، طلت الفلاحة المصرية لوحدها اهي. لما اتطور طبقا لرغبة ورؤية رئيس حي العمرانية بقى عامل ازاي؟ بقى عامل ازاي؟ اهو عروسة مولد اهي. لو احنا عندنا التطوير لوحده يا شباب، التطوير لوحده، طيب حضروا لنا التطوير لوحده برضو نبقى ايه؟ طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ايه؟ انه لما الناس انتقدت هذا العبث بالتمثال، عندك تمثال ثروة قومية من ثروتك يعني، فتم تشويهه بهذا الشكل، جابوا لكيه ابيض، لكيه ابيض ودهنوا وبالازرق كده عملوا الحاجات بتاعه الشعر وقال لك ايه، ونظفوا حواليه وقال لك ده التمثال. ف ده التطوير. طب هات بقى الاصل، هات الاصل اهو والتطوير اهو. طيب لما بقى ده اثار جدل، فاللواء جمال عبد الرشيد، خلي بالكم من الاسماء، اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة صرح وقال ايه في تصريحات في تقارير صحفية، يعني قال انه هيتم التحقيق في واقعة دهان تمثال الفلاحة المصرية واخفاء مظهره الجمالي. حلو. وقال انه قال بايه بـ بـ بال... لا ده لسه يا جماعة، لسه مستعجلين على رزقكم ليه؟ شيل ده. فالوقت احنا في اللواء جمال عبد الرشيد، خلي بالكم بيقول ان المتسبب في تشويه المنظر الجمالي لتمثال الفلاحة المصرية هيتم التحقيق معاه وهيعاقب ايا كان. هو قال كده، ان المؤكد اللواء جمال عبد الرشيد ان المتسبب في الامر سيحل التحقيق، خاصة وان التمثال يعد من اهم رموز محافظة الجيزة. حلو جدا. طيب يعني هنا اللواء جمال عبد الرشيد عايز يعرف او وعد انه هيحقق مع المتسبب في تشويه تمثال وهيحاسبه. طب انا اقول له بقى ايه اللي هو جمال عبد الرشيد، هات بقى الايه الصفحه الرسميه بتاعه اداره العلاقات العامه بحي العمرانيه. ايوه هي دي، هي دي. انتوا صغرتوا حاجه في الشاشه يا شباب، صغرتوا حاجه. ايوه صغرتوا حاجه. دي الصفحة الرسمية بتاعة إدارة العلاقات العامة بحي العمرانية، فيها إيه بقى؟ عاملين هاشتاج العمرانية تتجمل، واسمعوا حضراتكم، وأنا برجو من اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة يسمعني، يكون سامعني. ليه؟ الصفحة الرسمية بتاعة إدارة العلاقات العامة بحي العمرانية بتقول: تنفيذا لتعليمات اللواء دكتور خالد عصر، تمت أعمال دهان وتجميل تمثال الفلاحة المصرية للفنان الراحل فتحي محمود بالهرم أمام قاعة الصوت والضوء، حيث عانت تمثال الإهمال والتشويه مثلما يحدث للأعمال الفنية في ميادين مصر، على الرغم من كونه من أعمال أهم فنان نحت مصري معاصر. ولسه بيكملوا بيقولوا: وبناء عليه قامت إدارة الإعلانات بالحي تحت إشراف مهندس طه عبد الصادق نائب رئيس الحي وأستاذ محمد حجاج مدير إدارة الإعلانات بإعادة تجميل التمثال وإزالة العبارات المسيئة مع تجميل المنطقة المحيطة به. حلو قوي. يبقى احنا هنا بقى ايه، رئيس المدينة، رئيس المدينة، رئيس مدينة الجيزة اللي هو جمال عبد الرشيد قال هنحقق مع المتسبب في تشويه التمثال. هم دول هم فندم ثلاثة طبقا للصفحة الرسمية لحي العمرانية، صفحة إدارة العلاقات العامة بتاعة حي العمرانية، اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية،
ومعاه المهندس طه عبد الصادق نائب رئيس الحي، ومعاه استاذ محمد حجاج مدير اداره الاعلانات، هم دول اللي شووا التمثال. يا سياده اللواء عبد الرشيد، حضرتك بقى حقق معاهم وحاسبهم وقول لنا هتعملوا ايه. ليه يا جماعه؟ لانه رئيس الوزراء قال اي تمثال في مشكله ارجعوا لي وزاره الثقافه وجهاز التنسيق الحضاري وقطاع الفنون التشكيليه في الوزاره عشان تجمل التمثال. ببساطه شديده جدا، يعني مش محتاجه والله فزلكه. يعني رئيس الحي ده، رئيس حي العمرانيه، راجل شغله معروف، يشوف الاشغالات، يشوف الزباله اللي في الشوارع، يشوف المشاكل اللي في الحي بتاعه يعملها. انما مال حضرتك ومال تمثال محتاج تجميل، تنظيف، ترميم؟ مالك مال. نرجع مصر يا جماعه، ازمتها الكبرى بصراحه انه كل واحد بيشتغل الشغلانه اللي مش بتاعته وسايب شغلانته هو. لانه وزاره الثقافه شكلت لجنه النهارده، شكلت لجنه، دكتور انس عبد الدايم شكلت لجنه عشان من قطاع الفنون التشكيليه عشان يشوفوا ايه اللي حصل في التمثال ويشوفوا ايه الاضرار اللي حصلت للتمثال. يا جماعه نبوس ايديكم، كل واحد في البلد يعمل شغلانته بس. رئيس الحي يشتغل رئيس حي، رئيس المدينه يشتغل رئيس مدينه، وزيرة الثقافة تشتغل وزيرة الثقافة، بتوع قطاع الفنون التشكيلية يشتغلوا بتوع قطاع الفنون التشكيلية. إنما بأي منطق؟ ما تلخبطوناش، يعني كل واحد يعمل شغله فتلاقي الحياة كويسة جدا. طيب خليني أسمع برضو تعليق من الأستاذ محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عن اللجنة التي تم تشكيلها بخصوص تمثال الفلاحة المصرية. أستاذ محمد أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور محمد، واهلا بكل الساده المشاهدين. انا عارف الحاله اللي انتوا فيها دلوقتي، لانه انتوا اعلنتوا قبل كده انه اي حد يا جماعه عايز يعمل حاجه في تمثال ارجعوا لنا، بس ما حدش بيرجع لكم، فتتلاقوا نفسكم قدام كارثه. والله يا دكتور محمد احنا فعلا يعني للمره الثانيه ومن خلال حضرتك ومن خلال هذا المنبر الاعلامي المحترم بنناشد كل المسؤولين ان يعني ارجوكم، التخصص امر مهم جدا 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 زي ما حضرتك ذكرت في كلامك. بالفعل طبعا النهارده يعني صفحات السوشيال ميديا تداولت موضوع تمثال الفلاحه المصريه للعظيم فتحي محمود، ده احد تلاميذ الممثل العظيم محمود مختار. صحيح. يعني ده رمز من رموز محافظه الجيزه، هذا التمثال العظيم. فيعني احنا بنناشد من خلال حضرتك يعني على ضروره التزام كافه الجهات بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يلزم جميع الاجهزه والجهات المحليه بمراجعه وزاره الثقافه. انتوا شكلتوا لجنه مش كده؟ شكلت لجنه وهتبدا عملها بكره من 10 صباحا، هتبقى موجوده للعمل فورا لاعاده التمثال الى رونقه يا دكتور محمد. تمام ان شاء الله، واحنا نتابع معاك ان شاء الله يا استاذ محمد عمل اللجنه دي. انا بشكرك جدا وبشكر اهتمامك. شكرا استاذ محمد منير المتحدث الرسمي باسم وزاره الثقافه. طيب اخر حاجه